أليس الإنسان سيقرأ القرآن ويقول الذكر والدعاء؟ نقول بلى، لكن هذا ليس حديث نفس، هذا مناجاة مع الله عز وجل. غفر الله له ما تقدم من ذنبه، غفر من المغفرة والغفران، وهو ستر الذنب مع التجاوز عنه، ستر الذنب مع التجاوز عنه. وإنما قلنا إنه إنه لا بد من الأمرين، أي الستر والتجاوز، لأنه مأخوذ من المغفر، والمغفر ما يوضع فوق الرأس للوقاية من السهام، وهو وقد حصل به الستر والوقاية. وقوله ما تقدم من ذنبه، ما اسم موصول، فهو من صيغ العموم، والذنب المعصية. في هذا الحديث فوائد متعددة، منها ما هو شاهد للترجمة، أي لباب لكتاب الطهارة، وهو صفة الوضوء الكاملة، صفة الوضوء الكاملة وقد عرفتموها. ومنها تواضع الخلفاء الراشدين، حيث دعا بماء يتوضأ به أمام الناس ليعلمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهذا من تمام الأمانة في نقل السنة. ومنها أن التعليم في الفعل أقوى من التعليم بالقول، وهذا واضح، التعليم بالفعل أقوى من التعليم بالقول. ولهذا لو وصفت للإنسان صفة الصلاة وقلت يقوم يكبر ويقرأ الفاتحة وما أشبه ذلك إلى آخر الصلاة، لم يتصورها كما لو صليت أمامه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد على المنبر وصار يصلي عليه إلا في السجود فينزل ويسجد في الأرض، قال فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ومنها نعم، وقلنا إذن التعليم بالفعل أقوى إيش من التعليم بالقول، أقوى منه من وجهين. الوجه الأول قرب التصور، قرب التصور. والوجه الثاني بقاء الحفظ، لأن الإنسان إذا شاهد الشيء ارتسمت صورته في ذهنه، فاجتمع الحفظ وارتسام الصورة، فيكون ذلك أبقى لحفظ الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال الغير إذا كان للسائل فضل عليه. وجه ذلك لأن السائل حينئذ ليس مذلا لنفسه، والنهي عن سؤال الغير خوفا من إذلال النفس أو تذللها لغير الله عز وجل. فإذا لم يكن في ذلك إذلال النفس فإنه لا بأس به. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يسأل، لكنه يسأل لينال المسؤول شرفا بسؤاله وليس فيه إذلال النفس. وكذلك أنت إذا عرفت أنك إذا أمرت هذا الشخص أن يقضي لك حاجة فإنك أنت الذي تمن عليه وليس هو الذي يمن عليك، فإن هذا ليس من السؤال المذموم، لأن السؤال المذموم هو الذي يحصل به إذلال النفس أو التذلل لغير الله عز وجل. منين نأخذ هذه الفائدة؟ من قوله دعا بوضوء. ومن فوائد هذا الحديث استحباب غسل الكفين ثلاثا قبل البدء بالوضوء، لقوله فغسلهما ثلاث مرات. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي أن يصب الماء صبا على الإنسان في كل الوضوء، وإنما يفرغ عليه بقدر الحاجة. لماذا؟ لأن إفراغه على الماء على الإنسان في جميع الوضوء يؤدي إلى الإسراف، يؤدي إلى الإسراف. ومن ثم ننتقل إلى ما يفعله بعض الناس الآن، يفتح
صنبور الماء يعني البزبوز يفتحه على أقوى شيء أحيانا ويجعله يصب الماء مع أنه يغسل وجهه ويفركه والماء يصب. لماذا؟ لا تفعل هكذا. وليت أن الناس يستعملون بعض الصنابير التي إذا ضغطتها صبت وإذا رفعت يدك عنها توقفت. هذا فيه توفير للماء، لكن فيه مشقة على الناس، لكنه فيه توفير للماء كثير. من فوائد هذا الحديث، طيب من أين نأخذ الفائدة هذه؟ من أن عثمان رضي الله عنه لم يقل لأحد من الناس أصبب علي، وإنما كان يصب على يفرغ على يده من الإناء بقدر الحاجة. ومن فوائد هذا الحديث ما ذكره بعض العلماء أنه ينبغي أن يكون الإناء عن يمينك إذا كان واسعا وعن يسارك إذا كان ضيقا. من أين يؤخذ؟ ثم أدخل يمينه في الوضوء، هذا يدل على أن الإناء على يمينه، لأنه يدخل يده في الإناء فهو واسع، لكن إذا كان ضيقا اجعله عن يسارك، لأنك سوف تفرغ منه بيدك اليسرى على يدك اليمنى. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية المضمضة والاستنشاق والاستنثار. أما المضمضة والاستنشاق فواجبان داخلان في فرض غسل الوجه، لأن الأنف والفم في داخل الوجه، ومما تحصل بهما المواجهة، وهما معرضان للأوساخ. والصواب أنهما أعني المضمضة والاستنشاق فرضان. أما الاستنثار فإنه سنة، كما كمج الماء في الوضوء في المضمضة، لكن الاستنثار أوكد سنية من مج الماء في المضمضة لورود السنة به. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية مشروعية غسل الوجه بعد المضمضة والاستنشاق، أي تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا غسل اليدين إلى المرفقين، ومن فوائده أيضا مسح الرأس جميعه. ومن فوائده أنه لا يسن غسل الرأس، لأن القرآن والسنة جاء بالمسح دون الغسل، فإن غسل بدنه عن المسح فهل يجزئه؟ الجواب لا، لا يجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقول من قال بالإجزاء معللا ذلك بأن سقوط الغسل عن الرأس من باب الترخيص والتسهيل قياس في مقابلة النص فلا عبرة به، لكن لو غسل ومسح يديه ومسح بيديه على الرأس مع الغسل فهل يجزئ؟ نعم هذا يجزئ، لأنه مسح. طيب، من فوائد هذا الحديث أن مسح الرأس لا يكرر، لأنه لم يكرر بقى مسح برأسه وهو كذلك، فإن مسح الرأس لا يكرر، لأنه لما خفف في تطهيره خفف في كميته، فتطهيره كيفية مخففة فكميته كذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن غسل الرجلين بعد مسح الرأس كما أن مسح الرأس بعد غسل اليدين، لقوله ثم غسل كلتا رجليه. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة بعد الوضوء، أن يصلي ركعتين،
لقوله من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين. وهل يفعلهما بعد العصر وبعد الفجر؟ الجواب نعم على القول الراجح، وذلك لأن كل صلاة نافلة إذا كان لها سبب فلا نهي عنها. فعلى هذا نقول إذا توضأ بعد العصر فليصلي ركعتين، بعد الفجر فليصلي ركعتين. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الإمساك عن حديث النفس في الصلاة لقوله لا يحدث فيهما نفسه. ومن فوائد الحديث أن تحديث النفس لا يبطل الصلاة. من أين؟ طيب لا يحدث، فإن حدث إن حدث ليس له أجر، لكن هل تبطل الصلاة أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، فيرى بعض العلماء أنه إذا غلب حديث النفس على أكثر الصلاة فإن الصلاة تبطل، لأن المقصود بالصلاة الخشوع، ولهذا نهي الإنسان عن يصلي وهو يدافع رغبتين، أو أن يصلي بحضر الطعام، أو أن يصلي وفي يديه ما يلهي وبين يديه ما يلهيه وما أشبه ذلك. ولكن جمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة ولو غلب الحديث حديث النفس على أكثرها، واستدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الشيطان يأتي إلى المصلي فيقول أذكر كذا يوم كذا وكذا، يذكره ما نسي. ومن فوائد هذا الحديث أن من توضأ هذا الوضوء وصلى ركعتين وهما شرطان كما تعلمون، أن يكون الوضوء على هذه الكيفية، والشرط الثاني في الصلاة وهو أن لا يحدث فيها نفسه، وشرط ثالث في الصلاة أيضا أن لا تنقص عن ركعتين، فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، وظاهر الحديث أنه يغفر له حتى الكبائر. وبذلك أخذ بعض أهل العلم وقال إنه يغفر حتى الكبائر، لكن جمهور العلماء على أن تكفير الحسنات للسيئات إنما يشمل الصغائر فقط، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كمل لا يكمل الرجال اللي حدث نفسه بشيء بعيد، لا الصلوات الخمس لا، لأن ألغينا الأول الصلوات الخمس، نبدأ من جديد الصلوات الخمس نعم نعم طيب أحسنت، الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان كفارة لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر أو ما لم توصل الكبائر. قالوا فإذا كان هذه العبادات العظيمة الكبيرة لا تكفر إلا باشتراط اجتناب الكبائر فما دونها من باب أولى، ولكن بعض العلماء ذهب إلى مذهب جيد، قال نحن لا نحشر على الله عز وجل ولا على رسول الله، ما أطلقه الله ورسوله أطلقناه، وما قيده الله ورسوله قيدناه، فنقول ما قيده الرسول عليه الصلاة والسلام باجتناب الكبائر نقيده، وما أطلقه نطلقه، والحمد لله فضله واسع. فعلى هذا يكون على هذا القول وهو قول جيد وجيه نقول غفر له ما تقدم من ذنبه، المراد بالذنب ما يشمل الصغائر والكبائر، وفضل الله واسع. في هذا ظاهر هذا الحديث أن التسمية غير واجبة لأنها لم تذكر، وهو كذلك، فالتسمية على الوضوء أي قول بسم الله ليس بواجب، ليست بواجبة، لكن إن سمى فهو أكمل، حذرا من أن يصح الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه،
وقد قال الإمام أحمد في هذا الحديث يا جمال لا تروح، وقد قال الإمام أحمد في هذا الحديث لا يثبت في هذا الباب شيء، لا يثبت في هذا الباب شيء، فإن سمى فهو خير وإن لم يسمي فالوضوء صحيح. وفي هذا الحديث ظاهره عدم وجوب النية، عدم وجوب النية صح؟ كيف؟ ما ذكر نوى، نقول أصله أنه لا يمكن أن يفعل عاقل مختار فعلا إلا بنية، ودعا بوضوء، دعا بوضوء يتوضا به ثم جيء به وتوضا ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوء هذا، هل هذا يحتاج إلى نية؟ لا، هو يحتاج إلى نية، لكن النية موجودة، النية موجودة. ولهذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، وصدق. لو قلت لك صل ولا تنوي، توضأ ولا تنوي، ما تستطيع، كيف توضأ ولا تنوي؟ وجاء رجل إلى أحد العلماء وهو ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد فقال أيها الشيخ إنني ذهبت أغتسل من الجنابة في نهر الدجلة وانغمست فيه وخرجت ولم أرني تطهرت لأني ما نويت، لأنني لم أنو. فقال له الشيخ أرى أن لا تصلي، أرى أن لا تصلي. قال ولما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وأنت مجنون، كيف تنغمس بنهر دجلة تريد التطهر من 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 جنابة بلا نية؟ يعني ما الذي أخرجك من بيتك حتى جاء بك إلى النهر وتغسلت؟ ما هو؟ النية لا شك. ولهذا ينبغي أن نقول لمن أصيب بالوسواس نسأل الله لنا ولكم السلامة أن نقول كيف فعلت؟ هل تفعل بلا نية؟ فإذا قال والله ما نويت نقول ما عليك، وضوءك صحيح، صلاتك صحيحة. طيب، وظاهر الحديث أنه لا يسن الجهر أنه لا يسن النطق بالنية، أنه لا يسن النطق بالنية. وقال بعض العلماء يسن النطق بالنية في العبادات من أجل أن يطابق اللسان القلب، يكون العبادة انعقدت بالقلب واللسان. فماذا نقول؟ طيب، نذكر قول آخر. وقال بعض العلماء يسن النطق بالنية جهرا إظهار لشاعر الدين. ورأى رجلا عاميا من عامة الناس شخصا في المسجد الحرام قام لصلاة الظهر، فقال اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر فريضة أربع ركعات خلف إمام الحرم المكي. يوم أراد يقول الله أكبر قاله العام يصبر، باقي عليك. قال وش بك؟ هذه النية المطلوبة. قال باقي عليك، أنت الآن ذكرت الحرم المكي خلف إمام الحرم المكي وهذا المكان، عين الزمان، قل في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا عشان تكون المسألة محررة مضبوطة. نعم نعم، فتصح الصلاة. المهم أن بعض العلماء عفى الله عنه وعنهم قال إنه يسن الجهر بالنية، وقال آخرون يسن الإصرار، وقال آخرون النطق بالنية سرا أو جهرا بدعة. فأيهم أسعد بالدليل؟ الثالث، الثالث أسعد بالدليل، لأن النية محلها القلب وهي بينك وبين ربك. فإذا قال أنا أنطق بالنية لا أريد إظهار الإخلاص، لأن الإخلاص بيني وبين ربي، لكن أريد تعيين العبادة، قلنا أيضا
التعيين تابع للنية التي للإخلاص، فمحلها القلب. استثنى بعض العلماء، استثنى الحج والعمرة، وقالوا إنه يسن النطق بالنية في الحج والعمرة، والصحيح أنه لا استثناء، وأن قول الناسك لبيك عمرة ليس هو النية، لكن إظهار هذه الشعيرة المطلوبة شرعا وهي التلبية، تلبية عبادة مستقلة ما هي إظهار نية. وكذلك لبيك حجا. وأما مجيء الآتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة أو عمرة في حجة، فهذا إرشاد منه إلى أن التلبية تكون بحج وعمرة مقرونين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. ومن فوائد هذا الحديث الترغيب، هذه تلحق بالفوائد نسيتها، الترغيب في هذا الوضوء على هذه الصفة ثم الصلاة ركعتين بدون تحديث النفس، وذلك بذكر هذا الثواب العظيم على فعلهما، لأن هذا ثواب عظيم متى تحصل على محو ما سبق من ذنوبك. كل يسعى إلى أن يخرج من هذه الدنيا مغفورا له، وهذه من أسباب المغفرة. وما تدري لعلك تموت بعد الركعتين مباشرة، فتنتقل إلى الله عز وجل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. ففي هذا ترغيب عظيم للجمع بين هذا الوضوء والصلاة. هل يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يصح التطوع بركعة؟ كيف؟ نعم، هو يدل على أن لو تطوعنا بركعة ما حصل لنا مغفرة الذنب، لكن هل يصح التطوع بركعة؟ الصحيح أنه لا يصح، وأنه لا توتير في الصلاة إلا في الوتر، وأن التطوع بركعة أو ثلاث أو خمس بدعة ولا يصح. وإن كان قد روي عن بعض الصحابة أنه تطوع بركعة، لكنه قول مرجوح، فالصواب أنه لا ركعة إلا في الوتر، والله أعلم. نعم، الحديث أنه لا يمسح الأذن. إيش؟ ظاهر الحديث يؤخذ منه أنه لا تمسح الأذنان. نعم صحيح، هذه أيضا لا بد أن ينبه عليها. ظاهر الحديث أن الأذنين لا يمسحان، أن الأذنين لا يمسحان، ولكن قد دلت السنة بأنهما يمسحان وأنهما من الرأس، لكن بحديث آخر. نعم، هذا يقول ما صح هذا الحديث في سنن أبي داود مسح رأسه ثلاثا ومسح أذنيه ثلاثا. أخذنا في المصطلح إيش؟ أن مثل هذا الحديث يكون شاذا لمخالفة الثقات. هذا إن كان راويه ثقة، إن كان راويه ثقة، وإن كان ضعيفا فهو من أصل ساق. نعم شراف، تقوية اليقول من الغار إن الفكر إذا أنزل من فكر فأنزل أن صومه يفطر، لأن الحديث أن السنة أثر على أجر الأجر، لا سيما إذا جمع مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي يترك شهوته من أجله. نعم، هذا أثر شهوته وحدث نفسه، فهنا أثبت حديث أثر. هو لا شك أنه يفوته الكمال، لكن هل يحصل به الفساد؟ لو قال انتبطوا صلاته؟ لا، ما قال. ثم إن قول رسول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، يعم ما حدث به الناس وآثاره. ما أي هذا الحديث؟ وأين هذا؟ فاته الكمال، بارك الله فيك، فاته الكمال. لا، هذا ما يعاقب عليه. كيف نعاقبه على فوات كمال؟
حديث النفس أثر فيه. أنا فاهم أن هذا أثر فاته الكمال، لكن ما أبطل وضوءه ولا أبطل صلاته. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، يشمل كل شيء، تجاوز يعني لا يعاقبهم به. فإذا انتفت العقوبة كيف نفطر الصائم؟ نعم. ايش؟ لو قال قائل من الطبيعي ان عثمان لم يذكر النية. نعم. لانه مقام تعليم. نعم. وليس مقام عبادة. طيب. واذا كان مقام تعليم ما يعلمهم النية انه يسن النطق بالنية؟ اليس علمهم انه يصل ثلاثا؟ الوقت انتهى. طيب. ثم أدخل يده في الثور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من سفر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث آخر في صفة الوضوء عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن كيفيته، فدعا أي عبد الله بن زيد بتور من ماء. التور شبه الطست، والطست معروف صح. فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماذا صنع؟ قال فأكفأ، والفاء هنا للتفريع أي تفريع الجملة على ما قبله، فأكفأ على يديه من التور، أكفأ يعني صب على يديه من التور. ومعلوم أنه سيصب في يد ويتلقى الماء في يد، لكن إذا صب في اليد أطلق الإناء ثم غسل اليدين بما اجتمع في اليد الأخرى، فغسل يديه ثلاثا. وهذا الغسل سنة لأن الله لم يذكره بالآية، لكنه سنة لتنظيف الآلة التي يتوضأ بها وهي اليدان. ثم أدخل يديه في التور، قال يديه، وفيما سبق قال يده أو يمينه، لأن التور واسع مثل الطشت. وهنا أدخل اليد في التور، وفي الأول أكفأ على يديه من التور لأنها الآن نظفت اليدان، فصار غمسهما في الماء مستساغا. فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. إذن يجمع بين المضمضة والاستنشاق في كل غرفة. ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، والظاهر أن قوله يده يعني يديه، يعني جمع الماء بيديه ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما. عندكم يده فغسلهما؟ لا، ثم أدخل يده فغسلهما مرة ولا يديه؟ أي طيب، أنا أقول مقتضى قوله فغسلهما أن يكون المعنى أدخل يديه، ولكن مع ذلك حتى لو كان المعنى أدخل يديه فالمراد أدخل يد كل يد وحدها، لأنه سوف يبدأ بغسل اليمنى ثم اليسرى مرتين إلى المرفقين. المرفقان هما المفصلان بين العضد والذراع، لأنه مرتفق عليهما أي اتكأ. وقوله إلى المرفقين مقتضى اللغة العربية أن المرفقين غير داخلين، لكن قد بينت السنة أن المرفقين داخلة. طيب، ثم أدخل يده فمسح بهما أو يديه، لا، ثم أدخل يديه يعني في التور فمسح بهما رأسه
فأقبل بهما وأدبر. وكيف أقبل وأدبر؟ فسره بالرواية الأخرى، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ له. هذا معنى الإقبال والإدبار. وصار هذا إقبالا لأنه يبدأ بمقدم الرأس، أي بما استقبل من رأسه، وذاك إدبارا. ثم نعم مرة واحدة، مرة واحدة. كيف مرة واحدة وهي إقبال وإدبار؟ لأن هذا الإقبال والإدبار من أجل منابت الشعر. الشعر في المقدم ينزل إلى الوجه، وفي المؤخر ينزل إلى القفا، إذن وجوه الشعر مختلفة، فيستقبل الشعر أولا كذا ويكون بالنسبة لشعر القفا مستدبرا، ثم يستقبل شعر القفا ويستدبر شعر المقدم. فكان المسح إيش؟ مرة واحدة، لكن مرة على ظهور الشعر ومرة في بطون الشعر. طيب، ثم ردهما حتى رجع المكان الذي بدأ منه. وفي ثم غسل رجليه، غسل رجليه ولم يذكر عددا. يقول: وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. أخرجنا له ماء في تور من صفر، لماذا؟ ليتوضأ به. نعم. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن من عادة السلف رضي الله عنهم أن يبين العلم للناس بالفعل. وجهه: فدعا بتور من ماء فتوضأ له. وبإمكانه أن يصف هذا الوضوء بلسانه، لكن التعليم بالفعل له شأن عظيم، لأن الإنسان يكون به أكمل إدراكا. ليس الخبر كالمعاينة، ولأن صورته ترتسم في الذهن بحيث لا ينسى. ومن فوائد هذا الحديث فعل الوضوء على هذه الكيفية، ولا حاجة إلى التفصيل، واضح ومر علينا من قبل. ومن فوائده، من فوائد هذا الحديث الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد، لقوله: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. ومن فوائده جواز الاختلاف في العدد في أعضاء الوضوء، لأنه غسل الوجه ثلاثة، واليدين مرتين، والرجلين مرة. وكان يعني كان المتبادل إلى الذهن أن يكون الأمر بالعكس، الأمر بالعكس، الوجه واحدة لأنه أنظف من الرجلين، واليدان مرتين لأنهما وسط، والرجلان ثلاثا لأنها أقرب إلى الأذى والوسخ. لكن الأمر بالعكس. وإلى هذا يشير قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة الجر، إن حتى لا يبالغ في الغسل. وبه يتبين أو يتفرع على هذا الفائدة، فائدة أنه ليس المقصود من الوضوء التنظيف الحسي، المقصود منه التنظيف المعنوي، أن يكفر الله عنك كل خطيئة عملتها في هذه الجوارح. ومن فوائد هذا الحديث كيفية المسح المسنون، مسح الرأس. قل لي عنه. نعم نعم. ثم رده، هذا هو الأفضل. وإذا مسح على أي كيفية كان ذلك مجزئا، يعني لو مسح بيد واحدة هكذا وأدارها على رأسه حتى استوى بالرأس كان ذلك كافيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الناصية، ولا يتأتى الإقبال والإدبار في هذه الحال. فالمهم أنه إذا مسح يا كمال، إيش النوم هذا؟ أنه إذا مسح رأسه على أي كيفية أجزأ، لكن الأفضل الإقبال والإدبار. في هذا الحديث لم تذكر الأذنان،
لم تذكر الأذنان، فكيف الجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على ذكرهما؟ يقال لا ينبغي أن تقول كيف الجمع، لأن الجمع إنما يكون فيما ظاهرهما التعارض، أما هذا لا تعارض، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. فهب أنها لم تذكر الأذنان في هذا الحديث لكن ذكرت في أحاديث أخرى، هل نقول لا نعمل بالأحاديث الأخرى لأنها لم تذكر في هذا الحديث؟ لا. ولذلك قال في النخبة: زيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. نعم. طيب، في هذا الحديث نوع التطهير بين غسل ومسح، فلو مسح في مغسول وغسل في ممسوح يعني عكس يجزئ، أما إذا مسح في مغسول فواضح لأن المسح دون الغسل، وأما إذا غسل في ممسوح فواضح أيضا أنه لا يجزي. لماذا؟ نعم، نقول لا يجزي لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وغسل الرأس ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله، بل في كتاب الله وسنة رسوله عكس ذلك المسح. أفهمت؟ طيب، قال بعض العلماء يجزئ الغسل لأن المسح إنما شرع في الرأس تخفيفاً على العباد، فإذا أراد الإنسان أن يغسل فقد أتى بزيادة، فيقال: والتخفيف على العباد هل هو مقصود للشرع ولا غير مقصود؟ مقصود، يريد الله بكم اليسر، ليس التخفيف على العباد إذا شرع الله شرعا للتخفيف أن نقول لا نريد تخفيفك يا رب، هذا غلط. ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، والعقل يدل على هذا، الكريم يحب أن يقبل كرمه، أليس كذلك؟ فإذا رد كرمه صار هذا إهانة له. وعلى هذا فنقول: لو غسل رأسه بدلا عن مسحه فإنه لا يجزئه لأنه خلاف أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والقول بأنه إنما شرع للتخفيف فإذا أراد الإنسان أن يثقل على نفسه فهو حر، القول بذلك قول مصادم للنص فلا عبرة به. طيب، ثم قال المؤلف: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. انتبه، كان يعجبه، العجب والإعجاب تارة يكون بمعنى الاستغراب والإنكار وتارة بالعكس. ففي قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، هذا لإيش؟ للإنكار، يعني عجبت من هؤلاء أن ينكروا وحدانية الله عز وجل ويسخرون. وقراءة عجبت لحن أو صواب؟ بل عجبت، ما الذي في مصاحفكم؟ بالتاء، وبينهما فرق، عجبت للمتكلم وعجبت للمخاطب، فالمعنى يختلف. وأنا أقول بل عجبت، فهل تقولون هذا خطأ؟ حسب علمنا خطأ. لا حول ولا قوة، استعجلت يا كمان. نقول بارك الله فيك، هذا حسب علمنا أنه خطأ، لأن الذي في المصاحف الذي بين أيدينا بل عجبت، لكن نقول لكم فيها قراءة سبعية بل عجبت، لكن القراءات السبعية القراءات غير المعروفة عند العامة لا تقرأ بها أمام العامة، نحن نهى عن هذا، لأنك إذا قرأت بها عند العامة لم تخلو من أحد أمرين: إما أن يقول هذا يلعب بكتاب الله ويلحن فيه،
وإما أن تقل هيبة القرآن عنده. عرفتم؟ ولهذا من الخطأ أن الإنسان إذا أفتى بقول هو الراجح وكان عنده طالب علم فأراد أن يقول للناس انظروا إلي فأنا عالم بالخلاف، فإذا أفتى المفتي بما يرى أنه صواب قال له يا شيخ هم بعض العلماء يقول كذا وكذا، وعامل عنده المستفتي عامل، إذا قال له أليس بعض العلماء قال كذا وكذا، ولا سيما إن كان القول الثاني هذا هو الأخف، وش يقول العامي؟ لا شك إنها تقل هيبته للفتوى تقل. لكن مشكل بعض الناس حقيقة يريد أن ما أدري الله عليه. على كل حال أقول إنه إذا قرئ بالقراءة التي هي على خلاف ما عند الناس فإنه لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يخطئ هذا ويقول هذا يلعب بكتاب الله، وإما أن يقول أن تقل هيبة القرآن في نفوسهم، وكلاهما محذور. أما عند طالب نعم، فإذا قال قائل ألستم تقولون إن الأفضل أن يقرأ بهذا تارة وهذا تارة؟ قلنا بلى، لكن هذا يمكن أن يفعله في قراءته مع نفسه، في قراءته في الصلاة، في قراءته في التلاوة، أما مع الغير فلا. كذلك إذا كان في محضر طلبة علم وفي مقام التعليم فلا بأس أن يقرأ بهذا وهذا. طيب أقول إنه إذا كان هذا العجب في قوله تعالى بل عجبت، نحن نتكلم عن العجب نوعان، عجب إنكار وعجب استحسان، هذا عجب إنكار بل عجبت ويسخر. أما قولها يعجبه فهذا عجب استحسان، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث يحب التيامن، يحب التيامن، فالعجب هنا عجب استحسان. التيامن يعني البداءة باليمين، وعند التيمن في تنعله أي في لبس نعله، وترجله أي في إصلاح رأسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له رأس أحيانا يبلغ إلى أذنيه وأحيانا إلى منكبيه، لكنه صلى الله عليه وسلم كان نظيفا دائما يتعهده بالترجيل والتنظيف والتطيب، حتى إنه كان محرما فيرى أثر المسك في مفارقه. الثالث طهوره، وهذا محل الشاهد للحديث، طهوره يعني طهارته، يعني طهارته. والرابع وفي شأنه كله يحب التيامن، وذلك لأن اليمين يمن وبركة، ولهذا كان السعداء جعلنا الله وإياكم منهم يأخذون كتابهم باليمين، فكان يعجبه التيامن بل أمر به، قال الأيمنون 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 ألا فتيامنوا أو تيمنوا ألا فتيمنوا ألا فتيمنوا. فالبداء باليمين هي السنة القولية والفعلية. الشاهد من هذا الحديث قوله وطهوره. طيب فيستفاد من هذا الحديث أن الأعمال تتفاضل، بعضها أفضل من بعض، وبعضها أعجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض، وهو كذلك الأعمال تتفاضل بلا شك. خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر، هذا خير الصدقة، ولا تمهل حتى إذا بلغت أي الروح الحلقومة قلت هذا لفلان وهذا لفلان وقد كان لفلان، من فلان الثالث؟ الوارث. وهذه حال كثير من الناس اليوم، يشح على نفسه أن يتصدق بدرهم في حال الحياة ثم يوصي بثلث ماله وعنده 30 مليون، كم يتصدق به؟ 10 ملايين. ليش؟ لأنه خلص راح عن الدنيا، ما عاد له بالمشي فائدة، وهذا غلط. لكن الذي يتصدق وهو صحيح شحيح هذا المتصدق حقيقة
يأمل البقاء يعني طول البقاء في الدنيا لكن متوكل على الله ويخشى الفقر. هذا المتصدق حقيقة يا عبد الله معنا. طيب إذن الصدقات تتفاضل، أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال أحب إلى الله؟ يقول ابن مسعود للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الصلاة على وقتها. إذن الأعمال تتفاضل، وإذا تفاضلت الأعمال لزم من ذلك تفاضل العامل. من الأفضل من العمال؟ من قام بالعمل الأفضل، أليس كذلك؟ وإذا تفاضل العمال لزم من ذلك تفاضل الإيمان، لأن الإنسان لا يختار الأفضل إلا إيمانا منه بأنه أفضل، فيكون فيه دليل على ما ذهب إليه السنة والجماعة من زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، وهو الحق وله أدلة، ليس هذا موضع بسطها. طيب ومن فوائد هذا الحديث، من فوائده أنه يبدأ بالنعال باليمين، وهذا إذا انتعل يبدأ باليمين، لكن إذا خلع يبدأ باليسار، لأن الخلع تخلي واللبس تحلي. فروعي جانب اليمين في الحالين، في حال التحلي يبدأ به، في حال التخلي يؤخر حتى يتوفر له من التحلي أطول، لأنه إذا لبس أولا وخلع أخيرا صار حظ اليمين من هذه النعل أكثر من حظ اليسار. انتبه يا أخش. طيب لو قال قائل وهل تقيسون على النعال لبس الثوب أو لبس الثوب؟ نعم نقيس على النعال لبس الثوب، فتبدأ بإدخال الكم الأيمن قبل إدخال الكم الأيسر، وكذلك التسرول تبدأ بإدخال الرجل اليمنى قبل اليسرى، والخلع بالعكس. واسألوا أنفسكم هل أنتم تتبعون هذا؟ أنا أقول اسألوها لا لتعلموا أنكم تتبعون أو لا، لكن لتتبعوا هذا حتى يحصل لكم الأجر، حتى يحصل لكم الأجر. أنا لا أسمح لأي إنسان يقدم سؤال في أثناء الشرح أبدا، شذا، ما يقدم أثناء الشرح إلا ضرورة كسيارة أو شيء. أما الأسئلة في أثناء، وش الفائدة أن نقدر وقت للسؤال؟ ما في فائدة، هذا الآن يشغلنا وقطع تفكيرنا وكل شيء. لا أسمح لإنسان يقدم أي سؤال، والذي قدم السؤال بهذه الورقة أجبن من الهر. ليش يقدم بالورقة؟ ولا ما قدم إذا كان عنده شجاعة يقدم بلسانه. طيب الآن نقول في إيش؟ أي اسألوا أنفسكم هل أنتم تستعملون هذا أو لا؟ وأقول اسألوا أنفسكم لتعملوا به في المستقبل إذا كنتم لا تعملون به، وبه يعرف شمولية هذا الدين الإسلام، وأنه يدخل في الإنسان حتى في لباسه، حتى في لباسه يمكن أن يؤجر الإنسان إذا تيمن في الإدخال وتيسر في الإخراج. طيب كذلك أيضا يستفاد من هذا الحديث جواز لبس النعل، صح؟ جواز لبس النعل لقوله تنعله صريح، وهو كذلك، ولبس النعل جائز، هذا هو الأصل، لكن ينبغي أن يحتفي أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا، يعني تمشي حافي أحيانا لئلا تكون كثير الإرفاه. وما ظنكم بقوم لا يخلعون الجوارب والخفين صيفا ولا شتاء بدون علة؟ هذا إرفاه ولا غير إرفاه؟ هذا إرفاه، تجد أسفل قدم هذا الرجل مثل خده، لو أراد أن يمشي على الأرض ما استطاع أن يمشي على الأرض لو خلعه، هذا غلط، هذا خلاف الشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الإرفاه.
نهى عن كثرة الإرفاه، فلا ينبغي أن تكثر من الإرفاه، بل عود نفسك الخشونة حتى تكون رجلا بمعنى الكلمة. طيب، إذن هذا يدل على جواز إيش؟ الانتعال، ونحن نقول به كما دل عليه الحديث، ولكنه لا ينبغي كثرة التنعل، بل ينبغي أن يحتفي الإنسان أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. يستثنى من هذا، أي من قولنا إن التنعل مستحب، يستثنى من هذا حال الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإنه يلبس النعلين عند الإحرام. ويستثنى من ذلك الصلاة، فإن السنة أن يصلي الإنسان بنعليه. سئل أنس بن مالك رضي الله عنهما رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنعليه؟ قال: نعم، بل أمر أن يصلي بنعلين مخالفة لليهود، وهو كذلك. فإن قال قائل: ابدأ بنفسك أيها المتكلم، لماذا لا تصلي في نعليك؟ فالجواب: قد صليت في نعلي مدة طويلة، ولكن رأيت أن هذا فيه مفسدة، وهو أن العوام كانوا إذا أرادوا دخول المسجد خلعوا نعالهم وأمسكوا بأيديهم وضعوها إلى جنبهم، ثم لما جاءت هذه الرفوف صاروا يجعلونها في الرفوف، فلما رأوا أن إمامهم يصلي في نعليه صاروا يدخلون المسجد بالنعلين، فإذا وصلوا إلى الصف خلعوها. اي نعم، هذا هو الواقع. ايش الفائده؟ صار هذا ضرر مخالف للسنه الصريحه، يخلعها عند الصلاه فعلا، والاول هو لابس. فمن اجل ذلك تركته. ولهذا نرى علماءنا الكبار لا يلبسون النعلين خوفا من هذه المفسده. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز اتخاذ شعر الراس، لقوله وترجله. طيب، وهل هو سنة أو عادة؟ في ذلك خلاف بين العلماء، فقال الإمام أحمد رحمه الله: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، لكن له كلفة ومؤونة. وقال بعض أهل العلم: هو عادة، فإذا اعتاده الناس فالسنة فعله، لأن السنة فعل ما اعتاده الناس ما لم يكن إثماً، وإذا لم يعتد الناس فالسنة تركه لئلا يكون شهرة. طيب، لكن إذا اتخذناه، يبقى إذا اتخذناه فالسنة أن يرجل، فيكون فيه دليل على سنية ترجيل الشعر، واضح؟ وفي هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له شعر فليكرمه، وذلك بتطهيره وتنظيفه وترطيبه. وقالت العامة فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم: أكرم اللحى وأهين الشوارب. هذا حديث أخرجه العامة: أكرم اللحى وأهين الشوارب. ثم فسروا معنى أكرم اللحى أي احلقوها حتى تكون كريمة نظرة دائما وتكون طاهرة. سبحان الله، لما غير اللفظ النبوي وهو قوله أعفو اللحى تغير المعنى، تغير المعنى. والعام حينما يقول أكرم اللحى لا يريد أن يكذب على الرسول، يظن أن هذا لفظ الحديث، ودائما يسألون عن هذا. والحديث الصواب هو أعفو اللحى. فيه روايات. طيب، إذن الترجل سنة لمن كان له إيش؟ شعر. هل ينبني على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يطهر نفسه وأن يعني يظهر بمظهر النظيف؟ نعم، وهو كذلك، خلافا لقوم يتدينون بخلاف ذلك. نقول: الدين اتباع السنة، وكون الإنسان يظهر بمظهر النظيف الذي ليس فيه وسخ هذا خير. ولهذا شرع لنا
أن نفعل هذا عند عيد من أعيادنا. ما هو؟ الجمعة. يغتسل ويتسوق ويتنظف ويتطيب. إذن الإنسان مشروع له أن يفعل كل ما فيه النظافة، ولا يعد هذا خروجا عن المألوف. أما الإنسان يتقرب إلى الله تعالى بما لا يتقرب به إليه من كونه يقر الأذى على نفسه والوسخ، فهذا ليس بصحيح. ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يريد أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. ماذا قال؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب التجمل، ما هو الجمال الخلقي، لأن الجمال الخلقي مو بيد الإنسان، بيد الله عز وجل، لكن يحب التجمل. إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومن فوائد الحديث استحباب التيمم في الطهور، وهذا واضح. إذا كان المطهر عضوين يستقل أحدهما عن الآخر، مثل اليدين والرجلين، لكن إذا كان عضوا واحدا، إذا كان عضوا واحدا فإنه جاء التيمم في الغسل. إن الإنسان يغسل شقه الأيمن قبل الأيسر، لكن لم يأتي التيمم فيما أعلم في غسل الوجه مثلا، ولكن الظاهر أنه إذا احتاج إلى أن يجزئ غسل وجهه فالأولى أن يبدأ باليمين، هذا هو الظاهر. كذلك لم يأتي التيمم في مسح الأذنين لأنهما من عضو واحد، لكن إذا احتاج أن لا يمسح إلا بأذن بيد واحدة فليبدأ باليمين. طيب، وكذلك في المسح على الخفين في حديث المغيرة بن شعبة: فمسح عليهما ولم يقل بدأ باليمين. فهل نقول إنه لما كان فرضهما المسح كان كالأذنين فيمسحان معا، أو نقول إن هذا المسح مبني على الغسل، فرع عن الغسل، فيعطى الفرع حكم أصله ويبدأ باليمين؟ هذا محل نظر، يحتمل هذا وهذا. الرابع قالت: وفي شأنه كله، أيضا يعجبه التيمم في شأنه كله. سبحان الله، هذا عام، كل شيء تبدأ به وتضطر إلى أن تبدأ باليمين أو باليسار فابدأ بإيش؟ باليمين. لكن هذا يستثنى منه أشياء، منها الاستنجاء والاستجمار. فإنه في حديث سلمان الفارسي قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، أن نستنجي باليمين. وكذلك مس الذكر، إذا احتاج الإنسان إلى مس ذكره فلا يمسه باليمين بل يمسه باليسار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مس الذكر باليمين. إذن هذه الجملة وفي شأنه كله لها أشياء مستثنة، فيها أشياء مستثنات تعلم من أحاديث أخرى، والله أعلم. حمد وقال النووي رحمه الله تعالى: قاعدة الشرع مستمرة، استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضده استحب فيها التياسر. نعم، زين، لا مو بزين، مش الأصل أن اليسار تقدم للأذى واليمنى فيما عداه. هو طلب، اصبر، اليسار للأذى واليمنى لما عداه. والنووي رحمه الله يقول: اليمنى للتكريم واليسرى لما عداه، وبينهما فرق، ولا لا؟ بينهما فرق، ما كان تكريما في اليمين متفق عليه، وما كان غير تكريم فاليسار متفق عليه، وما لا تكريم فيه ولا إهانة فالنووي يريد أن يكون باليسار، ولكن الصحيح أنه يكون باليمين لأن اليمين مقدمة. أفهمتم؟ طيب، هذا وجه النظر، كلام في نظر، أي في نظر في هذه المسألة. إيش؟
ما في دليل. سمعت ما يقول؟ يقول فأدخل يده في التور، يستفاد منه أنه يجوز الوضوء بالماء المستعمل، فقلنا لا، لأن هذا ليس وضوء وضوءا به، بل هو وضوء منه. وش تقول يا جماعة؟ بينهم فرق. أنا أقول ليس وضوءا به بل هو وضوء منه، صحيح؟ الوضوء بالماء المستعمل بارك الله فيك أن يتلقى الذي يتناثر، يتلقى الذي يتناثر ثم يجمعه في إماء في إناء ثم يتوضأ به، أفهمت؟ لكن هذه المسألة لا، هذا توضأ من الوضوء الذي توضأ منه، وهذا لا بأس به. واضح الفرق؟ طيب، ما تقولون في رجل تيمم على أرض وها نحن نرى أثر كفيه، فجاء إنسان فتوضأ بأثر الكفين، تيمم قصد تيمم بأثر الكفين، هل يكون هذا من باب التيمم بما تيمم به؟ ها؟ انتهى. فكر في العقل. اي نعم صحيح. ولهذا يسأل بعض المرضى، يقول هو يأتي بصحن فيه تراب ويتيمم منه لصلاة الفجر، هل يجوز أن يتيمم منه لصلاة الظهر أو نقول هذا تراب مستعمل لا يرتفع به الحدث؟ الثاني ولا الأول؟ الأول، لأن هذا تيمم منه ولم يتيمم به. ما هو التراب المتيمم به؟ الذي يعلق باليد. يعني لو فرض إنسان تيمم وبقي في يده أثر التراب، فجاء إنسان وقال مد يدي ثم تيمم على يده، ها يجزي ولا لا؟ هذا لا يجزي على قول من يرى أن الماء أن الطهور المستعمل لا يرفع الحدث، ولكن الصحيح خلافه. نعم محمد. لماذا لا نقول أن عدم مسح الأذنين في هذا الحديث صفة مشروعة من صفات الوضوء، كما قلنا أن مسح أن غسل الرجل مرة واحدة هي صفة مشروعة، ولم نقل أن غسلها ثلاثا في الأحاديث الأخرى زيادة فطرة؟ بينهم فرق، لأن هذا زيادة عدد كمية في الرجل، أما هذا فهو فقد عضو. الزيادة في الأحاديث الأخرى في الأذنين زيادة في عضو. لكن شيخنا كونه يعني في متفق عليه. نعم. الحديث هذا وعدم ذكر الأذنين فيه يعني كأنه. طيب ونلغي يعني. نلغي الأحاديث الأخرى. لكن متفق عليه. ولو تلقى قدامه. استغفر الله العظيم. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك يا حي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن نعيم المجمر، عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الذي يدل عليه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم
يعجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره. ترجله ما الذي يدل عليه؟ جمال. نعم. وترجيل الشعر. نعم. أحسنت. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر. أنا لست أسأل هل يرجل أو لا، لأن هذا واضح، لكن نريد أن نعرف اللازم من هذا. طيب، قولها في شأنه كله، ما الذي يستثنى من لا من إيش مرد بالنص؟ من أنه نعم، من أنه يقدم اليسار، مثل كالاستنجاء. أحسنت. ما هو الدليل يا آدم على أن الاستنجاء لا يكون باليمين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا يمستن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وين الاستنجاء؟ وين الاستنجاء؟ نعم باليمين. طيب أحسنت. وله نظائر. طيب، ثم قوله في تنعله، سعد يدل على إيش؟ كان ينتعل. وهل السنة الانتعال دائما أم لا؟ أسألك قبل أن تجيب الدليل يا أخي، ليس دائما، ليس السنة الانتعال دائما. الدليل نعم، نهى عن كثرة الإرفاه، كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمرنا بالاحتفاء أحيانا. تمام. طيب، وما المراد بالتنعل؟ اللبس أو الخلع؟ اللبس. أصبر، ما هو سألتك إلى الآن، المراد به اللبس. لو كان يريد الخلع لقال خلعنا. نعم، في خلعنا. والتنعل لبس النعل، التنعل لبس النعل. طيب، قوله وطهوره، هل يستثنى من هذا شيء قثمي؟ نعم، هل يستثنى منه شيء؟ أبدا. والغسل إلا إذا رأسه يبدأ حتى يغسل يبدأ بيمينه. استثنى منه إذا كان العضو واحدا. نعم، مع الغسل كان يبدأ بيمينه. مثل الرأس وغسل الوجه والرجلين. طيب، نعم، لكن لو فرض أنه لا يمكن أن يغسل باليدين جميعا، محمد يبدأ باليمين. أحسن. طيب، ثم نبدأ بدرس اليوم، وهو قوله عن نعيم المجمر عن أبي هريرة. نعيم المجمر، المجمر هذا لقب له، ولقب بذلك لأنه كان يجمر المسجد أي يبخره. من يتكلم حين؟ يقول عندنا بتشديد الميم. وش اللي بتشديد الميم؟ المجمر. يصلح. المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أحدكم يتكلم يستأذن يرفع بيده عشان ما يشوش. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. إن أمتي، الأمة الرسول عليه الصلاة والسلام، تطلق على أمة الدعوة وعلى أمة الإجابة. أما أمة الدعوة فتشمل كل الخلق من بني آدم والجن، فإنهم كلهم مدعوون للإيمان برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك، أي مثال أمة الدعوة، والذي نفسي بيده لا يسمع في من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. فقول من هذه الأمة يعني بذلك أمة الدعوة،
لأن اليهودية والنصرانية ليس من أمة الإجابة. وأما أمة الإجابة فمثل هذا الحديث: إن أمتي يدعون يوم القيامة. وقوله يدعون يعني ينادون حال كونهم غرا محجلين، وذلك أن كل أمة كما ذكر الله تعالى في سورة الجاثية: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فهذه الأمة تدعى على هذا الوجه. وقوله يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، وسمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الناس يقومون فيه لرب العالمين، والوجه الثاني أنه تقام فيه الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد، والوجه الثالث أنه يقام فيه العدل لا ظلم اليوم. فهذا هو يوم القيامة. غرا جمع أغر، والأغر الفرس الذي في مقدمته رأسه بياض في جبهته أو في كل وجه، هذا الأغر. والمراد بالغرة هنا ليست غرة البياض، بل هي غرة النور، يأتون وجوههم تلوح نورا. وقول محجلين، التحجيل بياض أرجل الفرس أو غيره من البهائم، بأن تكون اليدان والرجلان في آخرهما بياض. وهذا التحجيل أيضا نقول فيه ما قلنا في الغرة، أنه ليس مجرد بياض ولكنه نور يتلألأ. من آثار الوضوء، من للتعليل، أي بسبب آثار الوضوء. وآثار الوضوء محل ممره، لأنه يمر بهذه الأعضاء. والوضوء بضم الواو المراد به الفعل، وهو تطهير الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. والأعضاء الأربعة هي الأخ، نعم نعم نعم، بقى واحد، والرأس. ولهذا عبرنا بتطهير، وبعض العلماء يقول غسل الأعضاء الأربعة، ولا بأس أن نعبر بالغسل لأن أكثرها يغسل. هذا الحديث كما ترون فيه دليل على فضيلة الوضوء، وأن له هذه الآثار والميزة العظيمة لهذه الأمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيما، أي علامة ليست لغيركم، ثم ذكر هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بهذه العلامة. فمن فوائده فضيلة هذه الأمة، حيث حباها الله عز وجل بهذه المنقبة العظيمة يوم القيامة. ومنها فضيلة الوضوء وهو المقصود بهذا الحديث، ومنها إثبات يوم القيامة، ومنها أن الناس يدعون يوم القيامة. ثم هذه الدعوة إذا وجهت لفرد من أفراد الناس، فهل يدعى باسم أبيه أو باسم أمه؟ قال بعض العلماء إنه يدعى باسم أمه، واستندوا في ذلك إلى حديث أبي أمامة الباهلي الذي رواه أهل الشام في تلقين الميت بعد دفنه، أن يقال له: يا فلان بن فلانة، اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. لكن هذا الحديث غير صحيح، هذا الحديث لا يصح. والناس يدعون يوم القيامة باسم آبائهم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فلان ابن فلان. ومن فوائد هذا الحديث، نعم، إثبات الغرة والتحجيل بسبب الوضوء وهو خاص بهذه الأمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة
نعم استغفر الله. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان قد يعمل العمل لا يظن أنه يبلغ ما بلغ، فكلنا نعمل ونتوضأ لكن أكثرنا لا يعرف أن هذا الأثر العظيم يكون للوضوء. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي ذكر ما يرغب في الخير كما ينبغي ذكر ما يرهب من الشر، بمعنى أنه لا ينبغي للإنسان أن يلقي الأحكام جافة، بل يلقيها ويذكر ما يحرك القلوب لفعلها أو لاجتنابها. ثم قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أخرنا الكلام على هذا لأن الصحيح أن هذه الجملة من قول أبي هريرة وليست من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويسمى مثل هذا التصرف في عرف المحدثين بإيش؟ بالإدراج، لأنه إدخال حديث بحديث من غير بيان. طيب، قوله أن نطيل غرته فليفعل، يقول العلماء إن هذا غير ممكن. لماذا؟ لأن الغرة بياض الوجه، والوجه لا يمكن تطويله، أين يذهب؟ لو أراد يطول الوجه وين يروح؟ يدخل في الرأس وإلا في الرقبة. إذن لا يمكن أن يكون هذا الحديث من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أحد ما يستدل به على أن الحديث ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرنا لكم قبل أيام إن قوله هذا إن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح به الكلام لا يمكن أن يكون من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأنه لا يخالف الصلاة في مسألة الكلام فقط، بل في أكثر الأحكام يخالف الصلاة. نعم. ثم قال: وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة، الفاعل من؟ نعيم المجمل. رأيت أبا هريرة يتوضأ. كيف قال أبا هريرة بالأول؟ يقول عن أبي هريرة أبي، وهنا أبا، ليش؟ لأن هذا مفعول به وذاك مجرور، وهذا أعني الأب من الأسماء الستة أو الخمسة، ينصب بالألف ويجر بالياء ويرفع بالواو. طيب، رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. شوف، غسل وجهه ولم يقل أطال، لأنه غير ممكن. أما اليدان فقال حتى كاد يبلغ المنكبين. أين المنكب يا حجاج؟ الكتف، نعم، طرف رأس الكتف. ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. الساقين هو هذا، بمنزلة الذراع اليد. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ولم يقل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بل قال رأيته سمعته يقول، فعلم أن هذا الفعل من اجتهاده رضي الله عنه، وليس كل مجتهد مصيبا. أما ما ثبت في حديث مسلم أنه غسل يديه حتى أشرع في العضد وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، هذا صحيح، لأنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهذا نقول به، لأنه لا يمكن استيعاب المرفقين أو الكعبين إلا بإصابة شيء من العضد وشيء من الساق، وهذا واضح. لكن هذا التطويل لم يسنده أبو هريرة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قال سمع يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هنا أضاف وتحجيله فليفعل، ونأخذ بالزائد لأنه لا ينافي الناقص. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نسأل الله يجعلنا إياكم من تحلى بها. تبلغ الحلية، الحلية ما يتحلى به من زينة كالأسورة والأخرص والدملج وغير ذلك، ما يتحلى به من الزينة. وأصل التحلي في الدنيا إنما هو للنساء، من خصائص النساء، لقوله تعالى:
أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني كمن لا يحتاج إلى ذلك وهو في الخصام مبين. هذا إشارة إلى إيش؟ إلى أنهم جعلوا لله البنات وجعلوا لهم البنين. يعني يقول كيف هذا عدل؟ أن تجعلوا لله من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وتجعلوا لأنفسكم من لا يحتاج للحلية وهو في الخصام مبين، لأن الرجل لا يحتاج أن يتحلى إذ هو رجل برجوليته. المرأة تحتاج للتحلي لأنها ناقصة أولا، ولأنها رغبة الزوج، والزوج إذا رآها متحلية رغب فيها أكثر، ولهذا أبيح لها من التحلي ما لم يبح للرجل. حرم التحلي بالذهب مطلقا على الرجال، وجاز له من الفضة ما يحتاج إليه، أما المرأة فليس كذلك، لها من التحلي ما ليس للرجل. قال تبلغ الحلية من المؤمن، الحلية ما يتحلى به. حلية المؤمنين في الجنة ثلاثة أصناف: ذهب وفضة ولؤلؤ، يحلون فيها من أساور من ذهب وفضة، ولباسهم فيها حرير. وقال تعالى وحلوا نعم من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال تعالى وحلوا أساور من فضة. هذه ثلاثة أنواع يا عبد الله، ثلاثة أنواع. هل معنى أنهم يلبسون هذا تارة وهذا تارة، أو يلبسونها جميعا، أو يلبسون اثنين منها مرة واثنين منها مرة أخرى؟ الظاهر الجميع، يعني حسب ما يروق لهم، إن شاءوا لبسوها جميعا وإن شاءوا لبسوا كل واحد على انفراده، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم. لكن أسألكم أيما أجمل، أن يكون كل واحد منها على انفراد أو أن تجتمع؟ لا إله إلا الله. طيب ما دام مسألة أنه على المزاج هذا شيء مفروغ منه، قلنا هم على ما يرجون في الجنة. لكن الآن في الدنيا هل ترون أن كون الحلية بيضة حمراء إيش نقول لؤلؤ؟ لا زجاجية، نعم، في يد واحدة، أو كل واحد على انفراد؟ أنا أقول الجميع أحسن في نظري، أما أنتم عاد لكم نظر. نعم، هذا هو الأقرب، يعني يكون موشع موشع، وكل يعرف أن السادة ليس كالموشع، ليس كذلك؟ الفراش السادة هذا ما هو إلى ذاك، لكن إذا جاء موشع منقش صار أحسن. هذا ظني، والعلم عند الله، وإن شاء الله تعالى موعدنا الجنة إن شاء الله ننظر فيها بإذن الله تعالى. طيب، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وإلى أين يبلغ الوضوء؟ هذا محل المشكل، هذا محل النزاع. على رأي أبي هريرة يبلغ الوضوء إلى المنكب وإلى نصف الساق أو أكثر، أما نحن فنرى أن الله حدد ما يبلغ الوضوء في اليدين إلى المرفقين، وفي الرجلين إلى الكعبين. هذا الذي تبلغ فيه، الذراع كله، القدم إلى الكعب، هذا كله محلل. قد يكون وعلى هذا فنقول إن قوله حيث يبلغ الوضوء يحمل على الوضوء الذي أمر الله به وهو سائل. إيه، وهو إلى المرفقين في اليدين وإلى الكعبين في القدمين. في هذا الحديث حث على إتقان الوضوء وأسباغه، لأن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وفيه دليل على جواز إطلاق الخليل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو إن شاء الله تعالى خليل. والخلة هي أعظم أنواع المحبة، المحبة عشرة أنواع ذكرها ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين. أعلاها الخلة، وفي القرآن الكريم ولا شفاعة ولا خلة والكافرون هم الظالمون. نعم، قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. خلة يعني
محبة صافية هي أعلى أنواع المحبة. طيب، فإن قال قائل كيف يقول أبو هريرة رضي الله عنه سمعت خليلي ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر؟ فالجواب أن الخلة متبادلة بين شخصين، فبالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام هو خليله، فأنا خليله، لكن هو لا يتخذني خليلا ولا غيره. إذن هي ممنوعة من جانب واحد، جانب من؟ جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن محبة الله عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غطت كل قلبه. أما نحن فمحبة الله سبحانه وتعالى، يعني محبتنا لله عز وجل غطت كل محبة، ومن بعدها محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فنحن نتخذه خليلا من بين سائر الخلق. أما أن تزاحم محبته محبة الله فكلا، ونحن ما أحببناه إلا لمحبة الله له ومحبته لله، ولولا ذلك لكان بشرا من بني هاشم لولا هذه الرسالة. ولهذا يغلط كثيرا 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 من يقدم محبة الرسول على محبة الله. محبة الرسول تابعة لمحبة الله، ولولا ذلك ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشرف. طيب، إذن الجواب على هذا أن نقول الخلة من جانب الرسول لغيره ممنوعة، ومن جانب غيره له مشروعة، بل هي واجبة، لأن الواجب أن تقدم محبته حتى على نفسك. لو جاء إنسان وقال أنا لا بد أن أقتل هذا أحد هذين الرجلين، إما أنت والرسول، وش الواجب؟ أقول أنا، اقتلني ودمي مسك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فعلى هذا نقول الخلة من جانب الرسول لغيره ممنوعة، من جانب غيره له مشروعة بل واجبة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث إثبات التحلي لأهل الجنة ولو كانوا رجالا، لقوله من المؤمن تبلغ الحلية من المؤمن، وهذا يعم الرجال والنساء. فإذا قال قائل كيف يحل التحلي في الجنة ولا يحل في الدنيا؟ ليش؟ الدنيا دار ابتلاء، لأن الدنيا دار امتحان واختبار حتى يعلم الله سبحانه وتعالى المطيع من العاصي، والله سبحانه وتعالى يحلل الأشياء ويحلل الأشياء حتى يعني كأنك تقول الآخرة ليست دار تكليف، والدنيا دار تكليف وامتحان، هذه واحدة. الثاني، في الدنيا الرجل ليس بحاجة للتحلي، وإن كان الحلة طيبة تجمل لك ليس بحاجة. نقول للرجل اشتغل برجولتك، لا يكون همك الهندام والتحلي والثوب الطويل وما أشبه ذلك، لكن في الآخرة ما في التكليف. ولا شك أن الحلي أنه يعطي الإنسان جمالا. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الحلية تبلغ حيث يبلغ الوضوء، يعني أن تشمل كل الذراع. طيب، والكف وش فيه؟ فيه حلية الكف؟ وش فيه؟ الخواتيم. هذا ما نعرف في الدنيا، ربما يكون في الآخرة شيء آخر بعد. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الآخرة أحكامها ليست كأحكام الدنيا، لأنه ليس فيها تكليف، لكن قد يكون فيها تكليف في بعض الأحوال، ومنه قوله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، هذا تكليف، فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترقون من الله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم قال المؤلف باب دخول الخلاء والاستطابة. دخول الخلاء، الخلاء من الخلو، وهو المكان المعد لقضاء الحاجة، وسمي بذلك لأن الإنسان يخلو به عن غيره. وأما الاستطابة فهي من الطيب، أي طلب الطيب، والمراد به التطيب من الخبث الذي أصابه من أجل البول أو الغائط.
فتشمل عن الاستطابة تشمل الاستجمار بالأحجار والاستنجاء بالماء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كان إذا دخل، اعلم أن كان تأتي في الأحاديث كثيرة، والذين يؤلفون على الحروف الهجائية ويرتبون الأحاديث عليها أي على الحروف الهجائية يذكرون فصلاً أو باباً مستقلاً لهذا الأحاديث المصدرة بكان. وقد قال الأصليون إن كانت تقتضي المداومة غالباً، ما هو دائماً،